حط اتفضل اشرب الشاي اتفضل. نحن بندق كل شيء، في منجر، في سكة فلاحة، في فواطير، في بلطات، كل شيء بدنا نصنعه بده بوليد، والقاسة بده أقسى منه. إيه أنا قاسي كثير على الحديد وعلى البوليد. ما بتنعمل خالص على المكانات هاي. بدها فحم حجري، بدها حديد عربي، الحديد العربي بيستعمل فحم الحجري وبيستعمل السدين والدق. هذا الفحم الحجري، هذا الفحم بيحطوه بلا تيشعله ليحمل الحديد فيه. هاي عم بعملها منجل، يا او للحصيد او للسياج بيستعملوها. بدي ادق الحديد هو وخامي. ما حلو برد ما بيعود يندق. وخصوصا الحديد القاسي يعني. على كثر الشغل بيقسوا بصيروا مثل البريد. والله اجى الولد قال بدك تساعدنا فيها وتتعلمها، وصنعها مهمه، وبيملك صنعها بيملك القلعه. هو حب يعلمنا اياها، قال ما تنقرض الصنعه. كان عمري شي 15 سنة وبلشنا فيها وبعدنا لهلا قلنا شي 40 سنة فيها الصناعة، بعدها عم تنطرق بس مثل ما كانت بالأول أخف شوي. ويا اللي يريدك ويا اللي يريدك. إي لكن أنا بحب الآثار كثير وبحب كل شيء قديم، يعني ما عنده قديم ما عنده جديد. أنا تعلمته ومن صغري بس هلا بما أنها خفت شوي وغيره الأولاد بالمدارس ومو حابين يتعلموا.